عقد اليوم بصنعاء لقاء مشترك ضم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. كرس اللقاء لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 والمتمثل بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات المنخرطة في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره برقم 2140 أواخر فبراير الماضي قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.